من الهدف يتحقق الاول. فبالتالي انا عايز اروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح رئيس قناه الاهلي، وبيقوم بمجهودات عظيمه جدا هناك في بريتوريا مع فريق النادي الاهلي عشان يطمنا على اخر الاستعدادات والكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي هناك في جنوب افريقيا. فاروق اهلا بيك، طمنا وحطنا في الصوره عن اخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه يوم السبت باذن الله. لايب كتير يا جماعه ولا يا فاروق؟ مساء الخير، عايزين نطمن. تحيه ليك زميلي امير ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من جنوب افريقيا بالتحديد العاصمه بريتوريا، مقر اقامه فريق النادي الاهلي، وثالث ايام النادي الاهلي هنا ببريتوريا من اجل الاستعداد لمباراه الاياب لدور الثمانيه امام فريق صن داونز يوم السبت القادم بمشيئه الله. كل التوفيق، يعني دعواتك ودعوات كل جماهير النادي الاهلي امير، ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء، وان شاء الله الفريق يرجع مكلل بالانتصار بمشيئه الله. يعني امير لو اتكلمنا ايضا، يعني عايز اتكلم عن الطقس النهارده والظروف والجو هنا في بريتوريا قبل ما نتكلم على استعدادات النادي الاهلي. النهارده حاله الطقس اكثر من رائعه امير، بدرجه الحراره يعني 25 درجه مئويه، طقس اكثر من رائع. خلينا جوله هنا في شوارع بريتوريا ونرصد انطباعات واراء جماهير صن داونز عن المباراه. يعني برضو امير انا عايز نقرب الجماهير النادي الاهلي من الصوره اكتر من الحياه بتاعت شعب جنوب افريقيا وشعب بريتوريا. هنا امير بريتوريا بتلخص الطبيعه وتلخص الجمال وتلخص البساطه اللي شفناها في شوارع بريتوريا، اللون الاخضر بيكسو كل مكان هنا في جنوب افريقيا. يعني امير لو تحدثنا عن بريتوريا بالتحديد اللي هتستضيف اللقاء وهي معقل فريق صن داونز، مدينه يعني عدد سكانها 1,125,000، يعني المواعيد العمل الرسميه امير هنا في بريتوريا من الساعة 7 صباحا إلى 5 مساء. يعني كل الناس هنا في بريتوريا فرحانين بتواجد فريق النادي الأهلي، حالة من السعادة ومن الود ومن الحب بنشوفها في وجوه شعب جنوب افريقيا والتحديد ابناء بريتوريا. ايضا هم على الجانب الاخر الجماهير ايضا عندها امل في مباراه السبت القادم وبيمنوا النفس. يعني كان لينا حديث مع الكثير من الجماهير صن داونز، اتحدثوا على قوه النادي الاهلي وان هو اكبر فرق القاره السمراء، ويعني هو فريق القرن في افريقيا وبيحترموا النادي الاهلي جدا وبيقدروا النادي الاهلي، لكن هم عندهم الحلم والطموح ان هم يفوزوا ويتجاوزوا، وده امر احنا ان شاء الله يعني لا نتمناه. ايضا يا امير رصدنا حاله بيع التذاكر والاقبال الكثيف اللي شفناه من جماهير صن داونز على شراء التذاكر، خاصه ان اللقاء هيقام في يوم العطله الرسميه لفريق لبريتوريا وجنوب افريقيا. بدا طبعا طرح التذاكر من يوم السبت الماضي واقبال كثيف. اما بالنسبه لفريق النادي الاهلي يا امير، النهارده يعني فريق النادي الاهلي كان اللاعبين تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 8:30 صباحا، ثم وجبة الغداء في تمام الساعة 11:30 ظهرا، ثم كان التحرك إلى ملعب التدريب وملعب مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، وهو صرح عملاق جدا يا أمير. مجمع ملاعب يحتوي على أكثر من 18 ملعب. أيضا هناك مركز، يعني إحنا وإحنا هناك في جولة بنشوف الملاعب، في يعني في مركز للقياسات وبيتم فيه أفضل الأجهزة الموجودة للقياسات البدنية والرياضية للاعبين الرياضيين، وأيضا هناك مركز للاستشفاء، مركز للتأهيل. أنا الأمور اللي بكلمك فيها يا أمير دي يعني مراكز داخل ملاعب جامعة، فهي أمور أكثر من رائعة. حالة الرضا والثناء اللي بنشوفها من الجهاز الفني على حالة الملاعب وحالة الجو العام هنا في جنوب إفريقيا إن شاء الله تبشر بالخير يا أمير. أيضا عايز أطمنك على حالة الحالة الفنية، الحالة البدنية لكل لعيبة النادي الأهلي. بقولها لك يا أمير، عندنا 20 لاعب، ال 20 لاعب كلهم على درجة عالية من الاستعداد، كلهم على درجة عالية من الجاهزية. يعني مستر ريني فايلر هو الراجل محتار ومحيرنا معاه من يعني حاله الجاهزيه اللي عليها اللاعبين، يعني اكثر من يعني نشوف اكثر من تشكيل، اكثر من 3-4 تشكيلات الراجل بيجرب والراجل بيجهز كل اللاعبين. انا بطمنك يا امير ان كل اللاعبين ال 20 لاعب، يعني 17 لاعب بالثلاث حراس المرمى الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير، الجميع بيستعد لهذا اللقاء حاله من الجاهزيه. بطمن من خلالك جماهير النادي الاهلي ولكل المتابعين اللي بيتابعوا قناه النادي الاهلي على الحاله الفنيه والحاله البدنيه والحاله الطبيه لكل لعيبه النادي الاهلي. يتبع
بقى فقط يا أمير توفيق المولى عز وجل إن شاء الله، وإن إحنا نرجع منتصرين ونرجع بتذكرة المرور إلى الدور نصف النهائي. غدا بمشيئة الله يا أمير هيكون يوم الخميس، هيصل الطاقم التحكيم بقيادة بكاري جسامة حكم اللقاء، وأيضا المنسق العام للقاء هيكونوا موجودين، وبناء على وصولهم هيتم تحديد موعد الاجتماع والمؤتمر الخاص بمستر ريني فايلر ومستر موسيماني المدير الفني لفريق سان داونز، اللي برضو يعني لو نقلت لك الصورة في الجانب الآخر هناك يا أمير برضو عشان نحط الجماهير في الأجواء هناك. بالنسبة لفريق سان داونز، فريق سان داونز استأنف مرانه الأول النهاردة، أول مران ليه عقب العودة من مباراة الذهاب، يعني كان حصل الفريق على راحة سلبية لمدة 3 أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، واستأنف أول مرانه ليه النهاردة على الملعب فريق الملعب لوكاس موريب اللي يستضيف أحداث اللقاء. ايضا موسيماني بيحاول يشتغل على العامل النفسي مع لاعبي سان داونز، وبيحاول يهيئ اللاعبين لامكانيه تحقيق انتصار على النادي الاهلي، وهو بيعي تماما قدر وحجم وقيمه مكانه النادي الاهلي. زي ما قلنا يا امير، كل الامور هنا كل الاجواء ان شاء الله بتنبئ وتبشر بمباراه ان شاء الله يعني يكون فيها الانتصار ويكون فيها الفوز بمشيئه الله للنادي الاهلي. انا معاك برضو يا امير، لو في اي استفسار اي تساؤل انا معاك. طيب يا فاروق، انا عايز اسالك على تصريحات موسيماني. هو دايما الراجل بيصرح في الصحف الافريقيه في يعني التلفزيونات وكلام من ده، هل الامر ده بيشغل البعثه، بيشغل الجهاز الفني، بيشغل اللاعبين، ولا كل مركز خلاص في المباراه بشكل كامل يعني؟ يعني خليني اقول لك يا امير، يعني حاله من الفصل التام على لعيب النادي الاهلي منذ ان وطأت اقدام لعيب النادي الاهلي مطار القاهره. الامر انتهى تماما، مباراه الذهاب انتهت واتقفلت صفحتها. لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني على درجه عاليه جدا من الفهم لتصريحات موسيماني، والعامل او اللي بيحاول يلعب عليه النفسي شويه او هذا الامر لعيبه النادي الاهلي. يعني عايز اقول لك يا امير، الامر بالنسبه لعيبه النادي الاهلي مش مجرد ان انا فزت في مباراه الذهاب مدياني اريحيه او اطمئنان للمباراه، لا. الصوره اللي أنا عايز انقلها لك ان لعيبه النادي الاهلي عندها تصميم كبير جدا انها تحقق الانتصار على فريق سان داونز وهنا في ملعب لوكاس موريبي. فبالتالي لعيبه النادي الاهلي لم تلتفت الى تصريحات مستر موسيماني. هي التصريحات بتزيد لعيب النادي الاهلي ثقه، بتزيد لعيبه النادي الاهلي تركيز، حاله من التركيز الكبيره جدا يا امير على المعسكر، على الفريق. الكابتن سيد عبد الحفيظ، وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثه، والاستاذ طارق انديل مدي مزيد من التركيز ومزيد من الاطمئنان للعيبه النادي الاهلي، ومدي مزيد من الثقه للجهاز الفني. كل التصريحات اللي بيقولها مستر موسيماني، حتى يعني انا عايز اقول لك ان الجمهور سان داونز بيتاثر بتصريحات موسيماني. موسيماني لما بيطلع يتكلم عن الثقه وعن الامل، يعني حتى امير برضه اقول لك ان الصحافه يعني بعض الصحف في بريتوريا او جنوب افريقيا بدات اللي هي على يعني ان هي تروج لحمله ان لعيبه سان داونز تقدر انها تفوز، او طريقك للمباراه النصف النهائي هو احراز العدد الكبير من الاهداف. يعني ده بعض المانشيتات اللي احنا قرأناها في بعض الصحف لي هنا في بريتوريا في جنوب افريقيا. ده يعني تقدر تقول جماهير سان داونز بتتاثر اكتر بتصريحات موسيماني. موسيماني بيميل شويه ان هو مش شويه يعني بيميل كتير جدا لهذا الامر، انه يلعب على العامل النفسي، ان هو يعمل التهيئه النفسيه للاعبيه قبل هذا اللقاء. ولكن لعيبه النادي الاهلي كلها تصميم، كلها ثقه. زي ما قلت لك يا امير، مش مجرد ان انا فزت بهدفين في لقاء الذهاب مديني الارتياحيه والاطمئنان، لا، اللعيبه كلها مركزه ان احنا نحقق الانتصار هنا على فريق سان داونز، وده امر لعيبه النادي الاهلي وال20 لاعب الموجودين يقدروا ان هم يحققوه ان شاء الله. يتبقى زي ما قلت لك توفيق المولى عز وجل ان شاء الله لتحقيق الانتصار على فريق سان داونز، ومن ثم الصعود الى مباراه نصف النهائي. طيب فاروق، اخيرا عايز اسالك عن الجاليه المصريه والعدد المتوقع انه يحضر مباراه يوم السبت باذن الله من جمهور النادي الاهلي والجمهور المصري، ممكن يكون كام؟
يعني خليني اقول لك يا امير واطمنك ان افراد الجاليه المصريه والجاليه العربيه، يعني حتى النهارده كان في بعض يعني افراد الجاليه العربيه من السعوديه او من اليمن جايين يتابعوا المران ويشدوا من اذر لعيبه النادي الاهلي ويكونوا يبثوا نوع من الحماس للعيبه النادي الاهلي. افراد الجاليه المصريه هنا الدور اللي بيقوم بيه معالي السفير شريف عيسى ومسؤول السفاره المصريه ومسؤول الجاليه المصريه، الجميع بيتكاتف، الجميع يعني ان شاء الله يعني بفضل الله يتم تخصيص مدرج ان شاء الله لفريق لجمهور النادي الاهلي. وبالمناسبه امير الكابتن سمير عادل كنا اتكلمنا قال ان تمت المعامله مع افراد او جماهير صن داونز في مصر كان دخولهم لاستاد القاهره بجواز السفر، هنتمنى ان شاء الله ان هذا الامر يتحقق ودخول ايضا جماهير النادي الاهلي او الجاليه العربيه والمصريه يدخلوا هذا اللقاء ايضا بجواز السفر، الى جانب هيكون في بعض التذاكر. من الامور المهمه جدا يا امير برضو اللي نتكلم عليها بخصوص الجماهير، يعني في مكان قريب من بريتوريا بيبعد عن بريتوريا ب 100 كيلو في ابطال مصر في العاب القوى بيأدوا مران او معسكر تدريبي، كان لينا حديث معاهم وتواصل معاهم ان هم هيكونوا موجودين من يوم الجمعه بمشيئه الله هنا لمؤازره وهيكونوا موجودين في المباراه لمسانده فريق النادي الاهلي. الجميع هنا يا امير يتكاتف، كان موجود معانا الدكتور محمد طلعت رئيس الجاليه المصريه، ايضا عمده المصريين محمد سعد ومحمد السروجي اللي كانوا اللي طول الوقت موجودين معانا بيحاولوا يسروا كل الامور وبيحاولوا ان هم يجمعوا افراد الجاليه المصريه والعربيه انهم يكونوا موجودين في هذا اللقاء لمسانده ومؤازره النادي الاهلي ان شاء الله، وعقب اللقاء ان شاء الله نفرح كلنا امير بفوز النادي الاهلي وتاهله الى مباراه نصف النهائي، ومن ثم يعني ان شاء الله نكمل مشوارنا نحو البطوله بمشيئه الله باذن الله. فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي والمرافق لبعثه الفريق هناك في جنوب افريقيا.